لما كانت صناعة الرأي العام أولى أهداف الإعلام، كان اتباع الحياد أفضل تحقيق نسب متابعة عالية كخطوة أولى، يليها العمل على تحديد معالم الرأي العام المراد صناعته. ولما كانت طبيعة العربي أن يقبل الحياد في كل شيء ما عدا خطوط حمراء تتعلق بتاريخه وحقه، فكان يفترض في الخطاب الإعلامي الذي يؤثر فيه أن يكون مراعياً ذلك. حين يشطب اسم فلسطين من مكانه لتكتب عوضاً عنه كلمة إسرائيل، فذاك بالنسبة للمتابع العربي لا علاقة له بالحياد، وإنما يراد به صناعة رأي عام جديد يمحو كلمة فلسطين من الذاكرة. لقاء على محطة إخبارية عربية، يظهر الضيف في يمين الشاشة وفي يسارها خريطة تظهر أنه يتحدث من الحدود السورية الأردنية، والخانة التي يفترض قراءة كلمة فلسطين فيها تكتب فيها منذ سنوات كلمة بمثابة الشتيمة لكل عربي يتابع هذه المحطة الإخبارية. عادة ما يقرأ المتابع كلمة إسرائيل بدل اسم فلسطين. كثيرة هي تصريحات المعارضة السورية التي تتبناها بعض محطات الإعلام الإخباري، والتي مفادها أن الدولة السورية هي التي باعت الجولان، بدليل أنها لم تطلق ناراً باتجاه العدو الإسرائيلي. وكثيراً أيضاً ما يتم الذهاب أبعد من ذلك، بأن هناك تنسيقاً عالي المستوى بين الدولة السورية والكيان الإسرائيلي من أجل القضاء على المعارضة المسلحة في البلاد. أكد هذا المصدر رفيع المستوى في الجيش السوري الحر للجزيرة بأن هذا الأمر ليس بجديد، هناك تعاون وثيق بين الإسرائيليين والنظام السوري في وأد وإخماد الثورة السورية. لم يرفع السلاح، لم يرسل إلى جولانه دبابة أو طائرة. في الحقيقة اعتمد مراسل المحطة الإخبارية على تصريحات من المعارضة المسلحة قالت إن هناك تحركاً جوياً للطيران الإسرائيلي، وحلل على أساسها أن هذا يدل على تعاون بين الدولة السورية والكيان الإسرائيلي، فيما كانت رؤية العين لآلية عسكرية إسرائيلية بحوزة المعارضة المسلحة في القصير بريف حمص غير كافية لأي من كوادر ذات المحطة الإخبارية العربية كي تحلل الأمر على أنه تعاون بين المعارضة المسلحة والكيان الإسرائيلي. ولم تفلح أيضاً أكثر من ضربة جوية إسرائيلية مباشرة لمواقع سورية وتخص الدولة السورية، لم تفلح في جعل هذه المحطة الإخبارية نفسها تحلل الأمر على أنه تعاون مباشر بين الكيان الإسرائيلي والمعارضة المسلحة في سوريا. في مقام آخر، ذات الضيف كان يتحدث عن معارك المعارضة المسلحة مع الجيش السوري، وهي التي كانت تدور بجوار الجولان السوري المحتل، ثم أكد في حديثه أنه ليس لديهم أي عمل تجاه الكيان الإسرائيلي وأن هدفهم محدد. نحن يا سيدتي لا يوجد لدينا أي عمل تجاه إسرائيل، نحن عملنا وهدفنا واحد، هو بشار الأسد ومن يساند بشار الأسد وجحافل جيش بشار الأسد الصهي وأسدي. لم يسمع صوت مناد للجهاد من هناك يدعو لقتال إسرائيل التي تحتل الجولان، فيما اعتبر على ذات المحطة أن عدم قتال المحتل هو قمة الرشد بالنسبة للمعارضة المسلحة. ولكن أن يصلوا إلى هذه المناطق ولا يطلقوا صواريخ أو يطلقوا ما بيدهم حتى من أسلحة صغيرة على الطرف الإسرائيلي، نحن أمام مقاومة رشيدة. الأحداث في سوريا لم تكن هي بداية تعامل الإعلام العربي مع القضية الفلسطينية بهذا الشكل. عام 2011 أقيمت دورة رياضية في قطر، وأثناء دخول الوفد الرياضي الفلسطيني إلى الملعب عرض الإعلام القطري يومها خريطة للضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبار أنهما فقط ولوحدهما يشكلان دولة فلسطين.
اعتبر ذلك اعترافا واضحا بأن ما تبقى من الأراضي الفلسطينية هو ملك للكيان الإسرائيلي. مجلة لوماغ الفرنسية بخبرها في شهر حزيران، بالإضافة إلى دراسات واستطلاعات غربية نشرها لاحقا، كثير من المواقع والصحف العربية والأجنبية تحدثت عن تراجع عدد مشاهدي هذه المحطة بالذات خلال الأحداث التي وقعت في الوطن العربي عموما وفي سوريا على وجه الخصوص، تراجع من 43 مليون إلى 6 ملايين متابع، بحيث أظهرت التجربة العملية أن هذا النوع من الإعلام الإخباري العربي لم يفلح نوع الحياد الذي رفع شعاره بأن يحافظ على نسب متابعته.